الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مجيب يا قريب، اللهم عد علينا هذه العشر المباركات أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمين في أمن وأمان وفي صحة وفي حياة سعيدة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.